وللمزيد حول تطور الأوضاع في تونس بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور كمال العيفي. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور كمال، هل تسمعني؟ أسمعك بقليل جدا جدا، لا أسمع حقيقة يعني بشكل جيد. ردود الفعل الدولية تتوالى على قرارات قيس سعيد، فبعد الرفض التركي لما أسماه الانقلاب على إرادة الشعب، الاتحاد الأوروبي أيضا يدعو إلى استئناف أعمال البرلمان. كيف تقرأ هذه المطالبة من الاتحاد الأوروبي؟ شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. في الحقيقة أوروبا عموما كاتحاد أوروبي أو كدول مختلفة لم تكن لها آراء كثيرة في الحقيقة، ولكن لعل الاتحاد الأوروبي كان موقفه واضحا في مسألتين. المسألة الأولى أنه لم يكيف ما قام به قيس سعيد لا قانونيا ولا سياسيا، لم يعتبره لا خروجا على الدستور ولا مسألة يعني مدانة، ولم يدن ذلك، وإنما طالب قيس سعيد باحترام الدستور واحترام القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ثم أن يستعجل مسألة إرجاع المؤسسات إلى العمل وخاصة المؤسسة التشريعية، وهذا في حد ذاته مسألة مهمة جدا. يفهم منها أن الاتحاد الأوروبي يعرف جيدا أن ما قام به قيس سعيد لم يكن دستوريا ولم يكن قانونيا، خاصة وأنه المجلس التشريعي مجلس منتخب مباشرة من الشعب ويقوم بدوره منذ 2011 حتى الآن، وهذا الرأي مهم جدا. أراء أخرى جاءت مثل الرأي التركي وكان رأيا واضحا ومباشرا، الرأي الليبي كذلك كان رأيا واضحا ومباشرا وقال أنه لا يمكننا أن نقبل بالانقلاب على المؤسسات الدستورية وعلى القوانين. بقي الموقف الجزائري إلى الآن لم يصدر موقف في الحقيقة واضح وجلي، فقط هناك اتصال هاتفي ما بين الرئيسين ولم نعرف فحواه حتى الآن. اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد الانقلاب الذي قام به بكل من السعودية والكويت والجزائر، لا ندري بالضبط فحوى ما قام به معهم وما قاله لهم، ولكن نبقى إلى حد الآن أمام موقف واحد يعتبر موقفا مهما، هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، التي اعتبرت أنه هذا الموضوع موضوع يضر بالديمقراطية ويرجع الدولة التونسية إلى الوراء ويهدد مكاسب الديمقراطية التي حصلت عليها بعد الثورة، ثم يعبرون على أن وزارة الخارجية، وكان على لساني الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية بصدد الدراسة القانونية لبيان دكتور كمال يوم أمس، وكذلك للفصل 80 الذي اعتمد عليه حتى تكيف ما قام به الرئيس. طيب دكتور كمال إذا سمحت لي، يوم أمس عقد البرلمان التونسي جلسته خارج أسوار مبنى البرلمان التونسي بعد منع قوات الجيش دخول النواب إلى مبنى البرلمان. ما هي الرسالة التي أراد النواب إيصالها إلى الشعب التونسي والخروج ببيان رافض لقرارات قيس سعيد؟ مكتب المجلس اجتمع في تحد صريح للإجراءات التعسفية والانقلاب على الدستور والقوانين التي قام بها قيس سعيد. اجتمع مكتب المجلس عن بعد وأصدر بيانا واضحا قويا يشجب فيه ما حصل، ويعتبره انحرافا عن الديمقراطية وخروجا عن القانون وعن الدستور، ويطالب صراحة وبوضوح التراجع عن هذه الأجراءات وفورا. هذه رسالة واضحة في تحد واضح على أساس أن المجلس سيواصل عمله. تجدر الإشارة كذلك، وهي إشارة مهمة جدا لاختيار هذا التوقيت، لأن المجلس في نهاية هذا الشهر سيدخل في عطلة برلمانية لمدة شهر، فلم يبقى للمجلس من عمل في الحقيقة في دورته العادية إلا 3 أيام فقط، ويدخل في عطلة برلمانية. ولذلك المجلس يريد أن يؤكد على أن هذه العهدة وهذه السنة البرلمانية يجب أن تتم وتنتهي، والبرلمان يقوم بأعماله كما يجب. البرلمان ومن مدة طويلة بسبب جائحة كوفيد 19 يقوم بأعماله عن بعد،
وهذا المنتظر أن يواصل البرلمان مسائل التشريعية، خاصة وأنه بصدد هذه الأيام أمام قوانين مهمة جدا للمصادقة عليها بخصوص الطاقة المتجددة في تونس، والتي طيب ستفتح إذا كان دخول فرص المزيد عمل كثيرة إذا جدا. إذا كان دخول المزيد من الأحزاب على خط رفض القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية هو شيء أو مؤشر إيجابي كما يراه بعض المحللين، ما هو رأيكم في موقف الاتحاد العام للشغل وهو المنظمة المدنية الأكبر والأكثر في تونس؟ الاتحاد العام التونسي للشغل كان الناس ينتظرون، أو أصحاب الحرية والديمقراطية والمناصرين لها والمناصرين للديمقراطية، أن يكون حاسما في بيانه، ولكن بيانه مسك العصا من النصف، ثم ذهبوا إلى رئيس الجمهورية للتحاور معه ولطلب ضمانات. أنا شخصيا أرى أن هذا الموقف في الأول لم أقرأه على أساس أنه موقف إيجابي، ولكن بمرور الزمن وبالنظر إلى الخارطة عن بعد أرى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أراد مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أراد التهدئة، والمسألة الثانية أراد الرجوع إلى مبادرة الحوار التي وضعها بين يدي رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية رفضها. فأراد بهذا البيان أن يبقي نوعا ما على حياده تجاه الأطراف المختلفة حتى يتسنى له قيادة حوار وطني مهم ينهي هذه الأزمة، خاصة أن بيان الاتحاد أوضح وبما لا يدع مجالا للشك أن هذه الإجراءات لا تعتبر إجراءات قانونية ولا دستورية وليست طيب. متماهية. بما أن هذه الإجراءات كما تقولون أنها غير دستورية، المؤسسات الشرعية للعمل، بما أن هذه القرارات تقولون أنها غير دستورية، وبعيدا عن تفسير الفصل 80 الذي اعتمد عليه السعيد في اتخاذ قراراته، هل ما زال واقعيا حديث البعض عن الفصل 88 من الدستور التونسي الذي يجيز بموجبه محاسبة الرئيس وعزله من قبل البرلمان، أم أن التسويات ستضغط باتجاه التهدئة والخروج الآمن لجميع الأطراف؟ كانت الفرصة متاحة سابقا لمجلس نواب الشعب أن يقيل الرئيس، ولم يفعل، حرصا على التهدئة وحرصا على السلم الاجتماعي وحرصا على عدم إدخال تونس في فوضى. وهذا كان ديدا كثير من الجهات، ومنهم الحزب الأكبر حركة النهضة منذ 2011 حتى الآن، وأتصور أن هذا التمشي سيستمر. لا أتصور أن البرلمان سيتخذ إجراءات تصعيدية إضافية، وإنما أرى أنه سيترك المجال لحوار وطني مهم. وقد عبر اليوم راشد غنوشي على أساس أنه العقل يدعو إلى حوار وطني مهم، خاصة إذا رأينا أن مؤسسة البرلمان قادرة على مواصلة عملها التشريعي، وهي ستدخل فترة عطلة برلمانية، وفي فترة هذه العطلة البرلمانية يمكن للبرلمان وللنواب ولرئيس مجلس النواب وكذلك لرئيس الوزراء أو الذي سيعين في الأيام القادمة، ومع الرئيس ومع المنظمات الوطنية الكبرى كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والمنظمات الأخرى، أن يديروا حوارا، خاصة وأنه قيس سعيد وضع لنفسه فترة شهر فقط من أجل إرجاع الأماكن كما يقول هو الموضوع إلى نصابه. فأرى أن هذه الشهر هي متوافقة مع الشهر الذي هو عطلة برلمانية من أجل الدخول في حوار جدي، وهذا الصيف سيكون صيفا سياسيا بامتياز، سيكون صيفا لشد الأعصاب لدرجة كبيرة جدا. الثابت في تونس أن الديمقراطية لا زالت قائمة، لا زال لم يتخذ إجراءات تعسفية كبيرة جدا ضد الأشخاص وضد المؤسسات وضد وضد الأحزاب وضد الجمعيات، وإن كان طيب هناك حقيقة مسألة منكرة جدا قاموا بها من البداية وهو أغلاق نعم من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور كمال العيفي، كنت معنا في العربي هذه الجولة الإخبارية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، شكرا لك.